لبعض التلقيح دكتورة، فما ارتفاع في ضغط الدم. بالضبط صحيح. دونك للاشخاص التابعين، فما بالك الاشخاص اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم، فما دونك شنو النصائح اللي نجموا نعطيوهم بعد التلقيح؟ هاي هو بصفه سهله ياسر، يلزم المريض ساعات يدخل بعضه بالفاكسان والكل وينسى ما ياخوش الدواء نتاع الضغط نتاعو. هنا ناكد على اهميه المواظبه على الدواء نتاع ضغط الدم، وخاصه وقت اللي واحد يعمل الفاكسان، واذا كان شعر بنفسه مثلا سخن ولا وذنيه سخنت ولا وجيعه في راسه ولا عنده اي علامه تقلق، يلزمه يقيس الضغط نتاعو باش يتاكد انه ما فماش ارتفاع ضغط منجر على الفاكسان ولا منجر على ستريس ولا منجر على ظرف معين، ولا حتى ينجم يكون نهارتها كلا مالح شويه ومعناتها بالزهر جاء هو نهاره الفاكسان. مي هذه في حد ذاته ما يمنعش انه يقيس بعد التلقيح الضغط نتاعو دكتوره، اذا كان عنده قلق ولا اذا عنده شك ولا اذا كان معناتها حس اللي فما حاجه غير عاديه، من المستحسن انه يقيس الضغط. نوريو للساده المشاهدين كذا منزومي وشويه ياسر هنا كيفيه ماذا بين الالات هذه، وانت كنت معناتها قلت الالات هذه ماذا بينا تكون تخصص لمرضى في البيت. في البيت هذه حاجه سهله اللي احنا نشريوها من الصيدليه ولا من لي باغا فارماسي اللي يبيعوا الماتيريال ميديكال. ناكد انه الواحد كي باش يقيس الضغط نتاعو في بيت لازم يكون مش بعد الفطور، مش بعد ما عمل سيجارو خاطر السيجارو يطلع في التونسيون، مش وقت اللي هو طلع دروج يجري وقعد دايا نقيس التونسيون. يلزم ربع ساعه من الراحه حتى القلب يرجع للضغط نتاعو العادي والجسم يرتاح، انه يكون فما في البراسار هذايا اللي احنا نحطوه على العضد نتاعنا فيه معناتها ديتاي، فيه قياسات. القياس ما ينجمش واحد يكون يوزن 40 ولا 45 كيلو. هاي سيبك الكاميرا هذه اللي مع جنبك دكتوره. هيك نوريك كي هو 40 ولا 45 كيلو ما ينجمش يلبس براسار اكس لارج مثلا، ولا كي هو يوزن 120 كيلو والعضد نتاعو خشين ما ينجمش زاد يلبس براسار صغير. دونك كيفاش نحطوا البراسار؟ الطريقه السهله واللي ما يلزمش نغلطوا فيها هو انه ندخلوا الايد نتاعنا بالطبيعه باش يبدا الخط هابط مع الشريان هذايا، نحسوه هابط مع الايد قد قد. يلزم بعيد على الثانيه نتاع هذه الكود، دونك بعيد نطلعوا لفوق بالكدا في الثلث الوسطاني، الخيط يكون هابط، نحطوا الماكينه في مستوى الايد، ما تكونش هي محطوطه لفوق فوق السقف ولا محطوطه في القاعه، اذا ما تكون في نفس الواقع. نسكروا بالكدا على هذايا، وهي طريقه سهله جدا. نزلوا عنا فلسه بركه ما عندناش برشا اللي هي باش تقيس لك الضغط. نقعدوا احنا مرتاحين، ناخذوا البوزيشن اللي تريحنا باش تبدا تضغط بشويه بشويه، ما نخافوش. برشا مرضى يقول ياي يدي زريقت وما عادش نحس بها، وما فيهاش هو فما معدل يلزم يتعدى باش الماكينه تنجم تقيس الضغط ونعرفوا بالضبط الضغط تاع الانسان. كي نقراو من بعد في الكاميرا في الرقم اللي باش نلقاوه، الرقم هذايا هو فما ثلاثه ارقام. الرقم الاول اللي من فوق هو الضغط اللي احنا نقولوا مثلا 14 15 16، والرقم الثاني هو اللي احنا نقولوا بالدرجه الفاصل، يقول لك عندي الفاصل طالع. هو انا شكل اشكاليه أكثر. شوف هو توا الفاصل ولا الموت، احنا قبل كنا نتفاجئوا كي نلقاو الدم 18 ولا 17، وبعد ولا ان فينومين دو مود، الناس ما عادش تغزر لهذاك الرقم الاول، تغزر طول الفاصل، يقول لك الفاصل عندي 9، والفوقاني قداش؟ لا ما نعرفش. قداش عندك السمعني؟ هاني عندي طونسيون طلعت. قداش؟ الور هنا هاو نشوفوا كيفاش هو. لي شيفر. اي لي شيفر برشا طالعين، هذاك من ليموسيون من التشنج. 14 كمان باش ما نقولش. 14 9. هو يلزم نعرفوا اللي الضغط العادي عند الانسان. لا العاده عندي 10 راني، اما توا بالضوء نتاع البلاتو. دونك ثلاثه ارقام نغطيوا الرقم هذايا، شفت هايكا 143 دونك 14. هكا شويه اي فوالا. اي اكسيلون. هاكم الرقم الاول هو التونسيون هكا 14، الرقم الثاني هو اللي نحكيو عليه الفاصل واللي هو عاده ما يزيدش يعدي 8 8.5، دونك 9 يتسمى عالي. والرقم الثالث اللي هو زاد كيف كيف عنده اهميه هو نبضات القلب، قديش نبضات القلب؟ هنا عندي انا 80، واللي هو احسن حاجه يكون في ال 60 70 بالنسبه للانسان المرتاح وفيه عنده علاقه كبيره بالريسك كارديو فاسكولير نقول انا. دونك عمليه قياس الضغط سهله برشا، الماكينه هذه زي ما تكون متوفره عندنا لانه تنفعنا في صغار وكبار، تكون قياس نتاعها باهيه. نقيس لك من بعد الفلاتو. 14 مش تلقاني ممكن في 19 دونك.